من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى أن احنا نقدر ناكل ما لذ وطاب من الأطعمة بدون أدنى قلق. يعني ما تشوف واحد قاعد يأكل ويقول والله أنا بفكر الحين وبشوف وش اللي بيصير في جسمي، شلون بنظف الأكل، شلون بفرز هذه الإفرازات، وشلون بصفي الدم. في المتوسط سبحان الله داخل جسمنا تقريبا يمر فينا من الدم جالون ونص بشكل يومي. لما نجي نقول أكثر، الكلية من تلقاء نفسها تقوم بتصفية الدم 400 مرة باليوم، ولكن للأسف هذا الوضع مختلف تماما لما نجي نتكلم عن المريض المصاب بالفشل الكلوي. الفشل الكلوي هو إما قصور في أحد الكليتين أو توقف كلية على الإطلاق عن العمل، ومعنات هذا التوقف بأن الفضلات اللي موجودة في الجسم راح تتم، والسوائل راح تحتبس أيضا في جسم الإنسان. وللأسف إذا ما تم الواحد وقدر يتلاحق نفسه في حالات متقدمة ممكن تؤدي إلى وفاة الإنسان. إذن إحنا نتكلم عن أمر بالغ الأهمية للجميع. لما نجي نقول طيب وش الأعراض اللي ممكن تطلع علينا، قبل ندخل في تصنيف الأعراض نتكلم الأفضل عن الأسباب، من هم الناس الأكثر عرضة لهذا المرض على وجه التحديد؟ نجي نشوف بأن الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، وخصوصا الناس اللي يعانون من أنواع مختلفة من مرض السكري أو اللي يصابون بعدوى بالكلى وأشياء أخرى كثيرة راح نفصلها وياكم اليوم. تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات وفائض السوائل إلى البول. عند إصابة أداء الكلى تتراكم الفضلات وفائض السوائل في الجسم، والأمر الذي قد يشكل خطراً على حياة الإنسان. يكون التدهور في أداء الكلى بطيء، حيث تحتدم الأعراض كلما تفاقم الفشل الكلوي المزمن. أحياناً لا يتم تمييز أي أعراض للمرض في المراحل الأولى، ولذلك فهي تكتشف فقط في مراحل متأخرة من الإصابة. في معظم الأحيان ولله الحمد الإنسان لما يكون مريض المراحل الأولى من أي مرض ممكن تظهر عليه شوي، ولكن لما نجي نتكلم عن مشكلة الفشل الكلوي أو قصور الكلى المراحل الأولى يمكن إحنا ما نحس فيها، ولذلك الطبيب المختص هو أول إنسان ممكن إحنا نلجأ له في هذه الحالة. الفشل الكلوي هو عبارة عن انخفاض أو ضعف في وظائف الكلى إلى نسبة أقل من 60%، وهذا الانخفاض ممكن يكون فجائي أو تدريجي. احتمالية تحسن وظائف الكلى في الانخفاض الفجائي أحسن من نسبة التحسن في الانخفاض التدريجي. في سببين رئيسيين الفشل الكلوي، السكر وضغط الدم، والاثنين مع بعض بشكله من 70-80% من حالات الفشل الكلوي. في كمان أمراض مناعية، في هذه الأمراض بتكون أجسام مضادة تهاجم أنسجة الكلية. في الأمراض الوراثية اللي تسبب تكيسات في الكلى. في بعض المرضى عندهم مشاكل خلقية في المسالك البولية، وهذا يؤدي إلى تليف الكلى. أسباب أخرى نراها أكثر في المستشفى، الانخفاض الحاد في ضغط الدم، فشل عضلة القلب، الأدوية اللي نستخدمها في بعض الأحيان، بعض الأعشاب أيضاً ممكن تسبب التهابات في الكلى، وطبعاً حصل كلى. إذا كان أحد من أفراد العائلة لديه حصل كلى، فأفراد العائلة الآخرين أكثر عرضة للحصل كلى. السمنة ممكن تؤدي إلى حصل كلى. قلة شرب الماء طبعاً والجفاف من الأسباب الرئيسية في حصل كلى. تناول كثير من الملح والبروتينات الحيوانية، وكمان في عملية تغيير المسار في المرضى الذين لديهم سمنة. وأمراض الكلى، بعض الأمراض التي تسبب في ترسب الكالسيوم في البول.
للكشف عن وظائف الكلى هناك ثلاث فحوص أساسية. الفحص الأول هو فحص الدم، ويتم قياس مادة الكرياتينين. إذا كانت مرتفعة فتكون دليل ومؤشر أنه في مشاكل في الكلى. التحليل الثاني هو تحليل البول، وإذا كان في دم أو بروتين في البول فهذا ومستمر لمدة 3 شهور فهذا مؤشر أنه في مشكلة في الكلى. التحليل الثالث هو عبارة عن تصوير ألتراساوند أو سيتي سكان. من خلال التصوير ممكن معرفة حجم الكلى. إذا كان حجم الكلى أقل من 9 سنتيمتر فمعناته في تليف في الكلى. أيضا ممكن الكشف عن تكيسات الكلى بالتصوير وحصى الكلى ومشاكل المسالك البولية. بالنسبة لعلاج مشاكل الكلى بيعتمد على سبب مشكلة الكلى ودرجة المشكلة. بشكل عام نحاول أن يكون ضغط الدم أقل من 140 على 80، ونحاول تقليل نسبة البروتين في البول. في مرضى السكر نحاول أن يكون مخزون السكر أقل من 7.5. في المرضى الذين لديهم أمراض مناعية نستخدم الكورتيزون وبعض الأحيان أدوية أخرى مثبطة للمناعة. إذا كان الفشل الكلوي في مراحل متقدمة في هذه الحالات المريض أمام حلين، إما غسيل الكلى وإما زراعة كلية جديدة. وطبعا زراعة الكلية يعتبر العلاج الأمثل لمرضى الكلى. للمحافظة على سلامة الكلى يجب تجنب السمنة، شرب الماء بكثرة على الأقل 2 لتر باليوم خصوصا في فصل الصيف. الكشف المبكر عن وظائف الكلى وضغط الدم والسكري، لأن ضغط الدم والسكري إذا اكتشف في مرحلة مبكرة يمكن بدء العلاج مبكر ويحمي المريض من حصول أي فشل كلوي. الكلية هي العضو الرئيسي المسؤول عن صفاء وتنقية الدم، ولذلك احنا دائما نقول حق الناس وننصحهم يا جماعة الخير لابد ان احنا نتناول كميات كافية من المياه، مثل ما هو معروف ان الواحد لازم يتناول تقريبا 8 غراش من الماء، وهذا طبعا يختلف على عمر الانسان وعلى نشاطه البدني وعلى وزنه ايضا. ويمكن الدليل على ان الجسم يحتاج الى كمية معينة من الماء لما يدخل الحمام عزكم الله ويشوف لون البول متغير يكون داكن بشكل كبير، فهذا دليل ومؤشر بان الجسم يحتاج الى كمية كبيرة من الماء واللي هي يمكن تكون ناقصة عنده. اذا احنا لما ما نشرب الماء ونستهلك مثلا كميات من العطر ونقول والله احنا بنخلي الكلية تاخذ او تستنتج الماء اللي موجود في الاكل، فاحنا نبذل جهد مضاعف على الكلية، وهذا الشيء اللي احنا ما نبي نوصل له. احنا عندنا مثلا هنا الانتي اوكسيدنت، مضادات الاكسدة، التوت والفراولة، وابي اقول لكم عن العادة اللي احنا متعودين عليها وهي شرب القهوة. لما احنا نروح نشرب القهوة البعض منا ما يبي ياخذ مثلا السكر هذا العادي، السكر الابيض، وعلى اساس انه يحافظ على الوزن فيقول لك والله انا اخذ السكر الاصطناعي مثل ما انتم تشوفون. اذا الحين لما اجي انا احط السكر الاصطناعي هذا بحط منه مره ومرتين وثلاث وكل واحد على حسب اللي هو يستهوي، ولكن في مشكله على السكر الصناعي اللي موجود في القهوه واللي موجود ايضا في المشروبات الغازيه ايا كان نوعها. انا ادري ان الواحد يروح ويقلل على اساس ان نسبه الكالوري، ولكن في دراسه تبين لنا بان الانسان لو يشرب مثلا الكوفي او المشروبات الغازيه وفيها السكر الصناعي وتشرب قلنا في المتوسط في اليوم 2 أو 2 مرات على مدار 10 سنوات فتزيد عندك احتماليه الاصابه بحصى الكلى وقصور الكلى بمعدل 60%، ولذلك هذا الأمر خطير ولازم ننتبه له. زراعة الأعضاء هي أحد أهم الأمور اللي الواحد ممكن يستخدمها لعلاج مشكلة الفشل الكلوي الحاد، ولكن لما نجي نتكلم من ناحية منطقية مو من السهل ترى على وجه الإطلاق أن نلقى واحد متبرع لنا ويعطينا هذه الكلية. من أهم وظائف الكلى معادلة الأحماض والأملاح والسموم في الجسم. من أهم الأملاح البوتاسيوم اللي يتحكم في نبض عضلات القلب. إذا كان هناك فشل كلوي البوتاسيوم يرتفع إلى درجات خطيرة جدا. الشيء الثاني
الكلية أيضا مسؤولة عن التخلص من الماء الزائد في الجسم. الماء الزائد في الجسم يتجمع في أماكن مختلفة منها حوالي الرئة، فإذا تجمع حوالي الرئة يسبب ضيق في التنفس، فهذا أيضا سبب آخر ممكن نقول المريض يحتاج إلى غسيل أو إلى زراعة الكلى. من الأسباب أخرى أيضا ارتفاع الحموضة في الدم، فإذا ارتفعت الحموضة في الدم هذا يسبب خلل في عمل الجسم، وهذا واحد من الأسباب اللي ممكن أن يخلي الطبيب يعرض علاجات للفشل الكلوي. احنا دائما نبدأ في موضوع الفشل الكلوي بالغسيل الكلوي كخطوة أولى، بعدها الزراعة اللي هي ممكن تكون من متبرع حي أو متبرع متوفي. المتبرع الحي لازم يكون سليم 100% ويكون من الأقارب. أفضل المتبرع إذا كان في تطابق في فصيلة الدم وتطابق في الأنسجة. بالنسبة للمريض المتوفي نفس الطلبات، لكن ما نشترط أن المريض أو المتبرع يكون سليم 100%، ممكن يكون عنده بعض الأمراض البسيطة. نسبة النجاح في عمليات زراعة الكلى تصل إلى 95%، وذلك بسبب التطور الكبير في إجراء العمليات، الفحوصات اللي لها علاقة بالمناعة، والأدوية المتطورة التي تقلل من هجوم الجسم على الكلية المزروعة. نحن نتوقع عندما نزرع كلية أنها تعيش إلى عشرات السنين. عادة عندما يصل المريض إلى مرحلة الفشل الكلوي نبدأ معاه بالغسيل، والغسيل هناك نوعين، غسيل بريتوني وغسيل دموي، ونعتبر هذا مرحلة من مراحل علاج الفشل الكلوي. إذا توفرت كلية في أقرب وقت المفروض أن المريض يزرع كلية، لكن بما أن حياة الكلية من 10 إلى 20 سنة ممكن في المستقبل يحتاج أن يرجع مرة ثانية للغسيل، ونعتبر الرجوع إلى الغسيل أيضاً فترة مؤقتة إلى حين توفر كلية مناسبة للمريض. الشفاء التام كلمة يمكن مبالغ فيها، لأن إذا زرعنا الكلية صحيح أن المريض ما يحتاج إلى الغسيل، لكن يحتاج إلى متابعات من أنواع أخرى ومضاعفات الزراعة ومضاعفات الأدوية. هناك متابعة دقيقة طبعاً للمريض بعد العملية مباشرة. أول الأيام في خطورة من المضاعفات الجراحية، فشل الكلية، نزيف، التهاب في الجرح، خطورة التخدير، مضاعفات التخدير، ومضاعفات خاصة بالكلية نفسها، مضاعفات بسبب هجوم الجسم على الكلية نفسها، مضاعفات جراحية، تجمع سوائل حول الكلى، ضعف في عمل الكلى ممكن يؤدي إلى فشل في النهاية، مشاكل جراحية في الحالب، ومضاعفات لها علاقة بالأدوية تضعف مناعة الجسم حتى ما يهاجم الكلية، وممكن يتسبب في أمراض معدية. ممكن الأمراض البسيطة للناس العاديين تسبب مشاكل كبيرة للمريض زارع الكلى، وفي زيادة في نسبة الإصابة في الأورام. زراعة الكلى مثل ما قلنا هي الحل الأول للناس المصابين بالفشل الكلوي، ولكن على مستوى العالم المصيبة في هذا الأمر بندرة المتبرعين. أيضا لنبي نقوله بأن مركز السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية بيّن لنا التالي وقال بأن 600,000 من الناس على قائمة الانتظار لغسيل الكلى، و100,000 من هؤلاء الناس ينتظرون على قائمة الانتظار لزراعة الكلى ولوجود متبرع. زين يا ترى كم من الناس اللي يكونون مهيئين أو تكون عندهم وفرة كثيرة للحصول على عملية زراعة الكلى؟ فقط 16,000 إنسان يحصل على هذه الفرصة. إذن لنا بنقوله بأن الموضوع كبير ولازم إحنا نوقف
ونهتم بصحتنا مرة ثانية. بلغت الأرقام نقول 26 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من أمراض متعلقة بمشاكل الكلى، ولكن لما نجي نتكلم أكثر ونبسط الصورة نكتشف بأن كل 3 أشخاص بالغين للأسف فيهم شخص واحد يكون معرض لمشاكل الكلى. لما نجي ونستفسر أكثر عن الموضوع نشوف بأن معظم الإصابات اللي تؤدي إلى الفشل الكلوي هي تكون ناجمة عن الأنماط الغذائية الغير صحية اللي احنا نسويها كل يوم في حياتنا، ومن أهم هذه الأسباب اللي تؤدي إلى هذا المرض للأسف ارتفاع ضغط الدم وأيضا السكري، فوجب التنبيه. طيب احنا نعرف ان لما نكون مثلا في المطاعم من الصعب جدا ان انا والله اخلي المشروب الغازي وما اتناوله مع الوجبة الرئيسية، والأمانة انا واحد من الناس اللي يعاني من هذا الموضوع. الحين لما اجي اقول وش البديل، فاحنا لازم نفكر عن البدائل اللي موجودة. يعني انا ساعات واحد من الناس ما احب اشرب مثلا العصائر الفريش مع الوجبة الرئيسية، فاقول وش البديل؟ البديل كالتالي، هذا هنا اللي في الكاس هذا المياه الغازية، فاخترته وحطيته عندي. انا باجي وباخذ طبعا ابي محليات، فيا اختار لي مثلا التوت او الفراولة واحطه داخل، او اختار مثلا الجح. فلما اختار الجح بسوي الطريقة التالية، باخذ الجح وبحطه هنا. يمكن يكون غريب شوي وانت قاعد في المطعم، لكن انت ممكن تقول لهم ان هم يخلطونه لك، او مثلا يحطونه في عصارة ويتغير الطعم ويكون افضل من ما هو عليه، لأن الواحد ما يحب يشرب مثلاً الماء أو المياه الغازية لأنه ما فيها طعم، فالواحد يحس إنه ما يقدر يكمل الطعم اللي يأكله. أنا بجرب وهذه تجربة أولى ونشوف إن شاء الله. فيها طعم غريب بالنسبة لي، لكن أنا أقول لك إن طعمه، أقول لكم إن طعمه أفضل من ما هو يكون عادي. ولكن ما نبي ننسى أيضاً إن في ناس وفي ظاهرة إيجابية جداً وأنا وايد مستانس عليها، هي الديتوكس واتر. إن الناس تحط والله في الماء بعض الأمور اللي مثلاً نشوف الناس تحط خيار، تحط نعناع، تحط مثلاً زنجبيل حتى في الماء نفسه، وتخليه وتنقع لمدة يوم كامل وتشربه. إذن الحين غيرت من طعم الماء وخلت هذا الماء بدل يكون بلا طعم، خلت إنه فيه طعم وسائل، أصبح بالنسبة لنا هذا شيء مفيد. إذا بتنظف الكلية وبتنظف الجسم من الدهون والسموم المتراكمة، وأيضا بتحس بطاقة وحيوية. زين إحنا ترى عندنا كليتين، فليش نحاسب ونحاتي؟ مو المشكلة هذه إن عندنا يقين في نفسنا إن عندنا كليتين، فإحنا نستبعد إن في يوم من الأيام ممكن نتعب ونمرض. شوف شنو الأكلات اللي أنت قاعد تأكلها خلال أسبوع كامل، راح تشوف إن أنت فعلا مقصر في حق نفسك. بتشوف إن أنت تأخذ كوفي بتحط فيه السويتر هذا السكر الصناعي، وتشوف نفسك إن أنت تأكل أكل فيه نسبة دهون عالية، وتشوف أيضا إن أنت قاعد تأكل أكل فيه كثير من المحليات والصبغات. يعني حتى لما أنت تجي عند المشروبات الغازية، هذا المشروب الغازي اللايت أفضل بكثير من المشروب الغازي الملون، لأنه يجهد الكلى ويخليها تعمل فوق طاقتها. إذا خلونا نأخذها كعادة صحية جديدة وننطلق في حياتنا من اليوم، وخصوصا الأطفال. إذا أنت الحين كبار تتعودت على هذا النمط، حاول أنك تقلل من هذه المشكلة اللي يمكن في المستقبل تكون سبب وأمر رئيسي للإصابة بقصور الكلى أو فشلها. فإحنا ما نبي أن عيالنا يعانون، فخلونا نبدأ صفحة جديدة مع أنفسنا من اليوم. لو قلنا أن إنسان عاش من عمره 60 سنة، ومن هذه 60 سنة يا ترى كم قضى من عمره في دورة المياه؟ فناخذها إحصائيا على سبيل المثال. لو أنه دخل دورة المياه 5 مرات في اليوم في المتوسط 3 دقائق، فمعناته هذا الإنسان قضى من عمره 228 يوم، أي ما يعادل 7 شهور و49 يوم بدون أدنى تعب، ولله الحمد. ولكن الوضع مختلف عند المصابين بالفشل الكلوي، لأن هنا الطبيب المختص بغسيل الكلى راح يحدد لهم عدد المرات أو مرات الزيارة. الوصول إلى مرحلة غسيل الكلى يكون في يعتمد على مرحلة الفشل الكلوي المزمن. الفشل الكلوي المزمن لها 5 مراحل. المرحلة الأولى تكون فيها وظيفة كفاءة الكلى أكثر من 60%، وهذه المرحلة نادرا ما يحتاج فيها المريض إلى غسيل كلوي، لأن وظائف الكلى فيها تكون غير متأثرة.
لكن في المرحلة الأخيرة اللي هي الخامسة اللي تكون فيها نسبة كفاءة وظيفة الكلى أقل من 15% هي اللي غالباً ما يحتاج فيها المريض في يوم من الأيام مرحلة من المراحل إنه هو يحتاج فيه لغسيل الكلى، وذلك لاختلال في وظائف الكلى المختلفة. عادة يختلف هذا، يتفاوت من مريض لمريض، لكن المريض يحتاج بالشكل المتوسط يحتاج أن يغسل 3 مرات أسبوعياً لمدة 3 ساعات ونص، لكن المريض اللي يكون عنده كمية سوائل كثيرة في الجسم أو نسبة أملاح جداً مش متحكمين فيها ممكن يحتاج إلى أكثر من 4 مرات وأكثر من 4 ساعات في كل جلسة، غير عن المريض اللي يكون في عنده كمية بول ثابتة ممكن يحتاج إلى غسيل مرتين في الأسبوع أو حتى 3 ساعات في كل جلسة. عملية غسيل الكلى عادة لا تعتبر مرهقة للمرضى، ولكن يعتمد أو يختلف الوضع من مريض لمريض. فالمريض الذي يتبع الإرشادات الطبية يلتزم بمواقيت الغسيل ممكن أنه يؤدي أو يكمل برنامج الغسيل الأسبوعي اللي هو 3 مرات كل مرة 3 ساعات ونص بدون لا يحس بتعب. المريض اللي هو ممكن يكون عنده زيادة في الوزن والسوائل بين كل جلسة وجلسة هو المريض بالذات اللي هو يحس بتعب بعد فترة انتهاء الغسيل الكلوي. غسيل له أنواع كثيرة اللي هو البريتوني والدموي. عادة المريض يمر بمراحل قبل يوصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن المتأخر. هذه المرحلة يكون فيها يتم تحويل المريض لعيادة متخصصة. العيادة المتخصصة يكون فيها فريق طبي متكامل من أطباء ومثقفين صحيين وأخصائي اجتماعي ومنسقين، بحيث يكون يتم تهيئة المريض للغسيل قبل لا يبتدي يحتاج الغسيل حتى 3 أو 4 سنوات. في هذه المرحلة المريض يكون عنده القدرة أنه هو يختار أي نوع من الغسيل، بريتوني أو الدموي، وطبعاً يكون الاختيار يتم بينه وبين الطبيب المسؤول حسب وضعه الصحي الأمراض المصاحبة لهذا المرض. الاختلافات اللي بين الغسيل الدموي والبريتوني أهمها أن الدموي يكون في المركز، المريض يضطر يجي المركز 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع، كل مرة يجي فيها 3 ساعات ونص أو 4 ساعات. البريتوني المريض ممكن يكون يقوم بهالعملية في البيت هو أو الأهل أو ممرضين خاصين به يساعدون في القيام بهذا الغسيل في المنزل، لأن عملية الغسيل البريتوني تتم يومياً، في حال عملية الغسيل الدموي تكون 3 مرات في الأسبوع فقط. كل مريض مقبل على مرحلة غسيل كلوي في هناك إجراءات أو إرشادات معينة يتم اتباعها من ناحية اتباع النظام الغذائي، الأدوية في أوقاتها وأنواعها، الحركة اليومية بحيث أنه تحافظ فيها على وزنه. هذه بشكل عام إجراءات أو إرشادات عامة تساعد أنه هو ممكن يأخر من تطور المرض عنده ويأخر من وصول إلى مرحلة غسيل الكلى، بحيث أن المريض ممكن في هذه المرحلة يتم الزراعة له الكلى قبل حتى ما يوصل لمرحلة الغسيل. بالإضافة إلى الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، هناك غسيل الدموي المنزلي والغسيل البريتوني المنزلي. الطاقم الطبي، الطبيب مع الممرضة مع المنسق والأخصائي التغذية يتواصلون مع المريض وأهله في البيت بحيث يتم توفير هذا النوع من الغسيل في المنزل، هذا خاصة للمرضى الكبار في السن أو اللي عندهم صعوبة أنهم يوصلون إلى المركز الغسيل الكلوي.
الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. نقطة ومن أول السطر، إذا هذه خلاصة الكلام كله. لابد أن نحن من اليوم ورايح ننتبه لصحتنا لحياتنا، نقلل من الكربوهيدرات، نقلل من الدهون، ونحاول نحن نشرب المياه بقدر المستطاع، وتكون هذه عادة سلوكية. وأيضا إذا أنا وصلت العمر معين، يعني عمر 40، أبدأ وأروح أفحص، ما في مشكلة، من الفحص الدوري. الفحص الدوري ممكن يقينا من كثير من الأمراض اللي مو بلازم الواحد يتفاجأ منها بيوم من أيام العمر. إذا اللي أنا أبي أقوله، كل شيء بتسويه اليوم هو قرارك، يعتمد على نفسك على ذاتك. ويقول الشاعر: إن كنت ذا رأي فكن فيه مقدمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا أنت كنت متردد وخايف ومتواكل، ما تبي تروح تفحص على نفسك، يمكن تبعد عنك الكثير من الأمراض في مجرد هذه الخطوة الأولى اللي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيبارك لك فيها. اللي أبي أقول لكم بالأول وبالأخير: الله يشفي جميع مرضاكم بإذن الله تعالى، والله يا رحمن يا رب أنك أنت تشفيهم وتعافيهم بإذن الله تعالى. قولوا آمين.